بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تفتح لك أبواب الرزق بالفعل، إنها صلاة الضحى أخي الحبيب، التي يغفل عنها كثير وكثير من الناس، بل إن كثير من الناس يغفلون عن أوقات الفرض، فما بالك بهذه السنة المؤكدة التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال في سماها شفعة الضحى، شفعة الضحى، وقال من صلى شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني من حافظ على هاتين الركعتين، شفعة يعني اثنتان، والشفع طبعا هو العدد المزدوج، يعني اثنان أربعة ستة ثمانية، طبعا كلما زدت زاد الله لك الأجر، وكلما أكثرت من الصلاة أكثر الله لك العطاء والرزق، لأن مفتاح الرزق عند الله أخي الحبيب. أسباب الرزق في السماء وليست على الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأنت أيها الإنسان حياتك بيد الله، مصيرك بيد الله، أجلك بيد الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كل ذرة في جسدك بيد الله، كل ذرة في دماغك بيد الله، أي مرض تمرضه كله بيد الله، والله قادر أن يوجهك كيفما يشاء. هو المسيطر على هذا الكون، هو المتحكم، هو القائم بشؤون هذا الكون. لذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي حي لا يموت ويقوم على شؤون خلقه ولا يغفل ذرة عنها. طيب أنا اليوم أريد أن أحلل معكم أو أتفكر، لأن التفكر في القرآن مطلوب، والتفكر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب. ما هو الدليل على ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول لنا، وهذا الخطاب موجه لي ولك أخي الحبيب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب أنا كيف أطيع هذا الرسول في هذا العصر؟ أولا لابد أن أتعرف على كلامه، ولابد أن كلامه محفوظ أيضا، يعني الله حفظ القرآن وحفظ السنة الصحيحة لأنه أمرني بطاعة النبي. بعض الناس يدعي أن السنة ضاعت أو ليس من الضروري أن نقتدي بها. طيب كيف أطيع النبي أنا اليوم؟ إلا إذا كان هذا الخطاب موجه لمن عاصر النبي فقط وانتهينا. إذن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان، والقرآن يخاطب قريش وليس رسالة الله للعالمين، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال أيضا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لكل الكون، وقال أيضا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يخاطب الناس الملحد والمنافق وأهل الكتاب والبوذي، يخاطب كل الناس. وبالتالي هذا الخطاب موجه لي أنا اليوم، وأطيع الله وأطيع الرسول. طيب كيف أطيع؟ أطيع الله من خلال تطبيق القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن. كيف أطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا من خلال فهم هذه الأحاديث، ولماذا اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الضحى تغفر ذنوبك كاملة وإن كانت مثل زبد البحر. أنت أخي الحبيب إذا أسأت بحق فلان، تاجر من التجار تتعامل معه، وأخطأت في حقه مرات عديدة، طيب هذه الأخطاء هل لك عين؟ هل من الأدب، هل من الذوق بعد أن أخطأت معه كل هذه الأخطاء تذهب وتطلب منه مالا، أم أنك تعتذر أولا؟ حتى الإنسان إذا أخطأ بحق صديقه
وأراد منه خدمة، المنطق يفرض أنه يعتذر أولا، يقول والله يا فلان لا تؤاخذني. فعندما يرى أن صديقه سامحه تماما، القلوب صفت وانتهى كل شيء، يطلب منه ما يريد. طيب أنت الآن تقول يا رب أرزقني، تريد أن تفتح أمامك أبواب الرزق. طيب أنا عندي ذنوب كثيرة، أخطأت كثيرا بحق الله سبحانه وتعالى، خلقني ورزقني وعافاني وأعطاني ما لا أتصور، ثم عصيته وخالفت أمره وغفلت عنه وأسأت الظن به عز وجل عندما أعتقد أن الله لم يشفيني، غير قادر على شفائي، غير قادر أن يرزقني، غير قادر أن ينجيني من هذا الأذى مثلا. طيب إساءة الظن هذه ذنب عظيم جدا، وبالتالي قبل أن أطلب الرزق يجب أن أعتذر. الاعتذار هو الاستغفار، أن أستغفر الله. طيب صيغ الاستغفار كثيرة، يمكن أن أقول أستغفر الله العظيم، يمكن أن أقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يمكن أن أقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وهناك أيضا أسباب للمغفرة من خلال ركعتين تصليهما، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تصليهما، تبدأ بهما يومك. ما هي صلاة الضحى؟ صلاة عندما تشرق الشمس، بعد شروق الشمس بنصف ساعة مثلا يبدأ وقت الضحى. من كان يعبد الشمس كان يسجد لهذه الشمس في هذا الوقت، عند شروق الشمس، طلوع الشمس، كانوا يسجدون لهذه الشمس والعياذ بالله، كما في قصة الهدهد، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالوقت الذي يسجد فيه الكافر للشمس، حتى اليوم الملحدون، بعض الملحدين، هذا الوقت مهم بالنسبة لهم، يتأمل شروق الشمس وغروبها ويعتبر أنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة، بل ويؤمن أن هذه الشمس لها قوة هائلة، وأن الكون عبارة عن سلسلة من المصادفات. فأنت عندما تصلي الضحى وتقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، أنت تنزه الله عز وجل عن هذا الشرك، تعظم الله عن أي نقص، عن أن يكون له شريك يعبد معه. فهنا الصلاة تأتي أولا لتبدأ بها يومك، ومن الضروري أن تؤدي هذه الصلاة بخشوعها أخي الحبيب، لأن الخشوع كما قلنا في لقاء سابق هو أيضا مفتاح للرزق. اليوم رجال الأعمال يأخذون مثلا نصف ساعة يسمونها تأمل، يجلس فقط يتأمل في شيء، فهذا التأمل مديتيشن ينشط خلايا منطقة الناصية هنا، هذه المنطقة خلف الجبهة في الدماغ، هذه فيها مجموعة مليارات الخلايا مسؤولة عن اتخاذ القرار، فتحتاج إلى شيء من التأمل والهدوء والتفكير العميق لتساعدك على اتخاذ قرار صحيح. طيب النجاح في العمل والرزق يحتاج إلى قرار صحيح، يعني كما تعلمون اليوم أي رزق يحتاج إلى قرارات صحيحة تتخذها، تعلم كيف تعمل وكيف تتقن عملك وكيف تسوق، وكلها علم
علم التسويق للتجارة علم الفن، هو فن. فصلاة ركعتين تبدأ بهما يومك بخشوع وبتأني وتدبر وتفكر، ستقودك هاتان الركعتان إذا حافظت عليهما إلى النجاح، وبخاصة الخشوع فيهما. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح يعني نجح. النجاح الحقيقي هو الفلاح أخي الحبيب، هو الفلاح، أن تفلح في الدنيا وفي الآخرة، أن تنجح في الدنيا وفي الآخرة. لذلك هنا ينبغي أن يعني لا نغفل هاتين الركعتين العظيمتين أمرنا الله بهما على لسان حبيبه عليه الصلاة والسلام، وتعهد النبي أن الله سيغفر ذنوبنا كاملة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم أبواب الرزق والمغفرة، وأن يعيننا على حسن عبادته وشكره وذكره والدعوة إليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.